الرحمن الرحيم. شكرا لقناة أخبارنا وكنحييها ونتمنى لهاد الشباب إن شاء الله التوفيق والنجاح في مسارهم. وأنا عندي قصيدة هي قديمة شوية ولكن يعني كتواكب جميع الأمور يعني اللي عندنا في المغرب الحمد لله. وهاد القصيدة كتبتها في واحد الظرف يعني في واحد الوقت اللي كانت تعلن الثورات ومشاكل وهذي. أنا قلت بسم الله بديت خلق الدنيا وصلتي على الحبيب النبي الهمام. في قلوبنا تسكن روح الوطنية من عادي وحد ما نبغيو الخصام. هتفوا مبروك علينا وألف هنية مغربنا الحبيب كي زاد القدام. هتفوا يا شباب باسم الحرية حيوا المليك بأحسن الكلام. من وجدة للداخل العيون عينية بمحبة والإيمان غرسنا الإعلام. عاش المليك العزيز عليا نصروا يلا زيدوا في الأيام. أسس منجزات ومساجد مبنية وبالرأي الزين مسكت لفام. وتاه المغرب وساير بالنية بالصدق والعدالة مطبق الحكام. تواضع وحنان شوف العقلية مشاريع عظيمة والكذوب حرام. كشفت ضوات الأنوار عليا زغرت وغنيت نشيد السلام. ولي العهد يا قرة عينية مصباح مضوي غير نجمة في الظلام. أنا نبغي العز للأسرة العلوية ما يفرقنا حد سائر الدوام. شكرا أتمنى لكم التوفيق. وأنا عندي قصائد كثيرة قصائد وطنية في جميع يعني المجالات الوطنية. شكرا.